صباح الخير أصدقائي، كيفكم؟ شلونكم؟ شو أخباركم؟ معكم فنان حرفي سوري. اليوم بدنا نعمل أغطية ريجار مزيبق، حديد مزيبق على هذا الإياس. هذا الحديد بلشت أقطع فيه، في منه فرز 45 درجة وفي منه فرز بالعكس، في شيء لبرا وفي شيء لجوا، يعني مثل ما موجود هلا بالصورة هون، مثل ما موجود بالصورة هون في الغطاء بده يركب بالقلب وفي غطاء بده يركب بالعكس. هلا رح نبلش نقطع الحديد. تقطيع المنشار، الحديد بيتم عن طريق المنشار. هون بلشنا نجمع زوايا الصندوق تبع الريجار، الغطا الريجار، شايفين كيف؟ هاي الزاوية بالقلب تفرزها 45 درجة بس بالمقلوب، لأن بدي يجي غطا تاني فوق منها. اعطيني زاوية من هوديك. هاي بتنفرز 45 درجة نظامي، ليش؟ لتجي هلا هاي هيك هون، هاد زاوية تاني، شايفين كيف؟ هذا هيك. هيك بده يجي. امسكها هاي هيك. على هالشكل. هلا بده يجي بقلب فوق منه صاج ألمنيوم. هاي بنصب الباطون هون، تقدح قدح 2 3 تتثبت بالأرض، وهذا الغطاء بصير بينشال وبينحط، شايفين كيف؟ بهالشكل. هلا بيجي هون فوق منه ألمنيوم، تركب كله ببراغي. هون جمعنا البرواز الثاني تلحم. هذا الحديد غالفانيزي مزيبق، يعني الحيمه صعب شوي. هاي الزوايا، هذا الاطار، اطار تبع غطاء الريجار. هذا البرواز من جوا. هلا بنعمل برواز ثاني بقلبه ونحط بقلبه صاج وينصب بقلبه باطون، يعني ببين مثل الأرض. هاي بعض أعمالنا. هون تم الحيم الصاج بأرضه، هذا بدي ينصب باطون على مستوى 4 سنتي، على مستوى هذا الحرف هون بدي نصب باطون.
هذا غطا ريجار، هذا كله مزيباء الحديد، بدي صب فوق منه باطون يصير مثل البلاطة. هون تم الانتهاء من هذا الغطاء. هذا قطبين ستانلس ستيل، هذاك كان جلفانيزي مزيبة، اما هلا ستانلس ستيل. هذا ستانلس ستيل بيجي مغلف، وهذا قطبين تابعونا. هون بلشنا بالريجارة ستانلس ستيل، فرزنا 45 درجة، زاوية 3 ستانلس ستيل، هاي من كل الجهات 45 درجة، صارت على هذا الشكل 98 بـ40. رجعنا قصينا حديد قلبه فاضي ستانلس ستيل 2.5 سنتي ونص. هذا بدي يجي على هون يركب بالقلم، شايفين كيف؟ هذا بدي نحط بالعرض، هذا بدي يتبخش كله هون هلا، كل 2 سنتي 3 سنتي بخش من هذا الميل وتتبخش من الجهة الثانية. بدي يركب قضبان حديد مبروم 10 ميلي من الأول للآخر، عشان إذا دعسوا علي يتحمل، وبنفس الوقت إنه ما يصدي، هذا معرض للمي كتير، وبضمن البيت بدي يركب عشان يكون منظره كتير حلو.